شايف ايدي؟ انا بحرك هو بيفهم. ايه طبيعي. هذا كان مصلحي. يعني الحاجات موجودة، الحاجات الرئيسية اللي تحتاجها. لا والله حتى من رأي الحاجات هذه العتيقة يستفاد منها. ممكن يعني حتى لو حتى أثناء العمل اللي يسكنوا العمال وال موجودة. تكون في ورشة والشجرة هذه هذه الحلقة الصراحة شوف. في أحضان الطبيعة المغربية الأصيلة من جبال الأطلسي بالتحديد في وادي توما توفليحت، المدينة توفليحت، المدينة تواما تواما، والوادي توفليحت. توفليحت إيش معنى هذه كلمة أمازيغية؟ توفليحت كفاية الصوت. توفليحت لها معنى أكيد. عجبني البناء القديمة والفاير بليس. كم بيت ها؟ كم بيت؟ في ثلاث بيوت. هذه تخيل معي لو تصير بالاخضر كله خضر بالجازو طبعا. بناء تقليدي. اللبن. لا تخش هسه ما تسقط عليك حاجه. المشكلة تطيح الثعابين، تخاف من في الشغلات اللي زي كذا بس من الثعابين، لأن أكيد تتلون بلون البيئة، فأنت من أنت من المنطقة ما تعرف شكلها. الثعابين. أقول لك الثعبان يتلون بلون البيئة، وهو الخطورة في الأماكن اللي زي كذا هو الثعبان ده، بالذات في الحر الحين يطلع من مكانه. مشروع منتجع فني في جبال الأطلسي في وادي توما، لا في مدينة توما. تواما. تواما. وهذه القرية. طيب الحين خلينا نجرب الزوم. يمكن الواحد يحافظ على المصلحة في هذا المكان. ما هو هذه يوفر الحاجات، هذه توفر كثير ترى. ها؟ ننزل من خلف. جبنا الكادر كله من هنا. من المسلح. السباحة في هذا الجو مش هي الفندق. لا الوضع هنا يختلف. بس انت تسوي الدراسة الجدوى الاقتصادية والإطار الزمني في حالة توفر الإمكانيات. وهذه برضو البيت هذا من ضمن كله يعني مدرجة ثلاث. هذا المكان اللي في بالك تحط فيه الحاجات الجديدة. حلو. هذا راح توزع على حسب وتنوع اشكاله. 4000 متر مربع. راح ارسل لك الاشكال المقترح. تعال
ممكن تصور لأني طالع المنظر هنا قرية. شوف التكبير جبنا القرية هليك كيف؟ قريبة جدا. كنا مرسوم هذه. واللي جميل فيها انه لما تعمل هذه الاشياء مباشره بتشوف على هناك، ما في صور لا بالعلو ولا بال ننزل من هذا. هذا ايش، زيتون؟ هذا بير؟ بئرة. أجيب لك بقرة وتجيب لك ذا ويصير عارف يعني الحليب صابح. قلت على هيك الأعلى تعمل هذه الأشياء، الخبز التقليدي. أيوه هذا. والطبخ بالطاجين بالضبط. والموية طبيعية من البير. مش بعيد هذا 20 متر تقريبا. شفت معي؟ انا ابغى اشوف بس لا يطيح الجوال. وفي مياه جوفيه من تحت في شفتها؟ لا في 20 متر تقريبا هذا. وطلعت فيه هي شايف العين والعشاش حقها. خذ معايا هيك، خذ انت هذه. ايه عاملين لي طول كمان. ايه وصل وصل اه وصل وصل انا ما شاء الله وصل. هاي كده يعملوا هيك رجلي تحت اللي ورا بيعملوا. جرب قوة تقلد؟ تضرب الجدار. ايه لازم اجرب الشيء. كس بيد باردة. ها كس بيد هات نشرب على طول لو ما فيها الصدى. باردة موية باردة يا جماعة. هذا الطول شوف معي. ها استنى سامحني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شو 10 متر هذه تقريبا. لا أكثر. ها أكثر لا القنب.